بس برغم انك عشتي بيت انفصال في حياتك الاولى الطفله، انفصلتي ايضا عن الراحل شوقي المجري، يعني وهو الله يرحمه، يعني انا بحبه جدا وانا بحبه جدا وبقدره طبعا كمخرج مهم جدا جدا طبعا، جدا. الله يرحمه شوقي. مش كان يعني شوقي علمني حاجات كتير، علمني حاجات كتير في الشغلانة دي، وكان منتور يعني في فترة طويلة من المهنة، لأن أنا تعرفت عليه أنا كنت يعني كنت صغيرة وكنت أصغر منه بكتير، ف يعني له فضل كبير عليا وأنا بحبه وبحترمه، وبالنسبة لي يعني كان فاذر فيجر في شغلانتي، علمني بجد حاجات كتير ما قوي. فكرتيش ان انتي لازم احارب لبقاء هذه العلاقة عشان عمار ابنك الوحيد، عشان عمار ما يتعرضش لنفس المشكلات اللي انتي تعرضت لها؟ لا، لان انا كنت محسوم بالنسبه لي بسبب شخصيتي وبسبب شخصيه شوي ان احنا مش هنتعرض للمشكلات دي، احنا كنا شخصين متفاهمين جدا، عارفين ان الموضوع مش هينفع يكمل، فخلاص احنا وصلنا للنتيجه دي بسلام شديد، وفضلنا اصدقاء وفضلنا جبهه واحده وفضلنا تيم واحد لاخر لحظه. يعني زعلتي لما توفى؟ قوي قوي اتخضيتي؟ لان كلنا اتخضينا. اولا زعلت لان الموضوع متعلق بابني طبعا، وبعدين انا خسرت حد من عيلتي، انا بحب شوقي، يعني شوقي ده جزء يعني جزء من العيلة، يعني مش اهله اهلي، وبحبه 10 سنين واحنا بجد اصدقاء، يعني بنسأل على بعض وبناخد بالنا من بعض وبنستشير بعض في حاجات، يعني علاقتنا كانت فظيعة.